بيبدأ الفيلم بمركب في نص المحيط، وعلى المركب دي بنشوف العميل السري فين اللي بيبقى في مهمة رسمية، وبتيجي سفينة حربية وبتمنع المركب من دخول المنطقة دي وإلا هيموت، فبيمشي المركب وبيسيب فين اللي بيبقى متعلق في السفينة من غير ما حد يشوفه، وبتوصل السفينة الحربية لمكان مليان حقول بترول كتير جدا، وساعتها فين بيستخدم الخطاف وبيتعلق في الجدار وبيمشي عليه وبيطلع فوق محطة البترول، وبيشوف البروفيسور زنداب صانع الأسلحة وهو بيتكلم عن الكاميرا اللي صنعها، وبيسمعه وهو بيقول لواحد من العصابة ان الكاميرا دي خطيرة جدا ومهمة، وطبعا فين بيصور الكاميرا وكل اللي بيحصل وبيقرب اكتر باستخدام الخطاف علشان يسمع هما بيتكلموا عن ايه، لكن البروفيسور بيشوفه وبيطلب من العربيات تقتله. ساعتها فين بيتشعلق بالخطاف وبيجري منهم وبيحاول يهرب وبيخرج زيت من الكشافات وبيوقع العربيات اللي بتجري وراه، بس العربيات بتبقى كتير جدا وبتجري وراه وبتطرده، فبيستخدم الرشاش وبيوقع براميل البترول عليهم وبيفرقعها باستخدام القنابل اللي بتدمر المكان، وبيجري بسرعة وبينط في المحيط وبيتحول لمركب علشان يهرب، بس السفن الحربية بتطرده وبتضرب عليه نار وبتقدر تفجره، لكن فين بيبقى لسه عايش وكمان اتحول لغواصة وخرج 4 كاوتشات علشان يقنعهم ان هو مات. وبنروح لماطم اللي بيستخدم الخطاف وبيسحب عربية بايظة علشان يوديها للصيانة، وبنعرف من كلام العربية البايظة ان بنزين كسب كاس البستون 3 مرات، وبيفرح ماطم وبيجري على القرية لما بيعرف ان بنزين رجع من السباق الاخير، وبيروح يسلم عليه وبيبقى فرحان جدا لانه شافه، فبنزين بياخده وبيروح للمتحف بتاع دوك اللي موجود في القرية بتاعتهم، وبيوري له كاس البستون اللي اتغير وبقى اسمه كاس دوك توسون، فماطم بيقول له ان لو الدوك كان لسه عايش اكيد كان هيبقى فخور بيه. بعد كده ماطم بياخد بنزين وبيشيله الكاوتش وبيجروا على قضيب القطر، وكمان بيروحوا العربية نقل كبيرة جدا وبيزمروا وبيخضوها، فبتتقلب العربية على ظهرها وبيضحكوا وهم مبسوطين. وبالليل بيروح بنزين يتعشى مع سالي في الفندق بتاعها اللي العربيات رجعت تجي من كل مكان زي زمان، اما ماطم بيبقى في الفندق من جوه وبيسمع في الاخبار قصة العربية جير بوكس اللي كان في رحلة حول العالم، وفي الرحلة دي اكتشف وقود مستخلص من مواد طبيعية غير مضر للبيئة، ومن ساعتها كرس كل حياته واخترع وقود اولانول، وعلشان يثبت للعالم قوة الوقود الجديد عمل سباق ودعا فيه كل المتسابقين المشهورين، وبيقول جير بوكس للمذيع ان البنزين غالي جدا على عكس الوقود الجديد، وبيعرفه ان في السباق بتاعه كل المتسابقين هيمونوا من وقود اولانول، وبيتصل بيهم فرانسيسكو بطل السباق الايطالي واللي بيبقى مشارك في سباق اولانول، وبيتريق على بنزين لانه مش مشارك في السباق، وبيقول للمذيع ان هو اسرع من بنزين بكتير، فماطم بيكلمهم في التليفون وبيقول لفرانسيسكو ان بنزين احسن سيارة سباق في العالم واكيد هيكسبه بسهولة، ففرانسيسكو بيتريق عليه وبيقول له ان بنزين خايف يشارك في السباق ده لانه اكيد هيخسر، وبيدخل بنزين وسالي للفندق وبيشوفه فرانسيسكو وهو بيتريق على ماطم، فبنزين بياخد التليفون من ماطم وبيكلم فرانسيسكو وبيستفزه وبيعصبه وبيقول له ان هو هيشارك في السباق ده علشان هو اسرع منه بكتير واكيد هيكسبه بكل سهولة، فبيفرح جير بوكس والمذيع وكل اهل القرية لان بنزين هيشارك في السباق، وبتطلب سالي من بنزين ان هو ياخد ماطم معاه لانه ما خرجش من القرية قبل كده، فبيفرح ماطم لانه هيروح مع بنزين السباق، وبيغير بنزين شكله وبيرسم كاسة دوك وبيستعد للسباق، وبيركب الطيارة مع لويجي وبيجو وماطم وعربيات تانية علشان يسافروا لطوكيو، ولما بيوصلوا بيبقى ماطم سعيد جدا ومنبهر بالمدينة وجمالها. بعد كده بيروح المكان الحفلة اللي بتتجمع فيها كل عربيات السباق، وبيطلب بنزين من ماطم ان هو يتصرف كويس لانهم مش في نبع رجياتير، لكن ماطم ما بيفهمش هو يقصد ايه وبيتصرف على طبيعته، وبيروح يتكلم مع فرانسيسكو اللي بيتريق على بنزين، وبيجي جير بوكس اللي بيرحب بكل الجمهور وبيشكر المتسابقين اللي شاركوا في السباق بتاعه. وفي الحفلة بنشوف فين اللي بيقابل هولي اللي بنعرف انها عاملة سرية، وبيركبوا الاسانسير وبيطلعوا لفوق، وبتقول هولي الفين انهم لسه معرفوش الكاميرا اللي هو صورها بتعمل ايه، وبتعرفه ان الاقمار الصناعية اكتشفت ان محطة البترول اللي هو كان فيها موجود تحتها اكبر مخزن بترول في العالم، وبتقول له كمان انهم هيقابلوا عميل سر في الحفلة قادر يصور العربية اللي مسؤول عن ادارة حقول البترول. وبنروح لماطم اللي بيبقى بيتمشى في المكان وبيجرب الاكل الياباني، في الوقت ده بيبقى جير بوكس بيرحب ببنزين وبيشكره لانه هيشارك في السباق، وفجأة بيجي ماطم وهو بيصرخ وبيشرب من المية لان السوشي كان حراق جدا، وبينصح كل اللي في الحفلة انهم ما ياكلوش منه، فبيضحك عليه فرانسيسكو والمتسابقين، وطبعا بنزين بيبقى متضايق من تصرفات ماطم اللي بيخرج زيت من غير ما يحس، وده معناه ان هو عربية قديمة وكمان بايظة، فبيطلب منه ان هو يروح يعمل صيانة وبيعتذر لجير بوكس عن اللي حصل، وبيروح ماطم للحمام اللي بيبقى كله معدات متطورة وبيستغرب لان دي اول مرة يخرج فيها زيت،
البيت وبيدخل عربية قديمة للحمام وبيغير شكله وبيطلع ان هو العميل السر اللي معاه الصور وبيبعت اشارة لهولي اللي بتعرف مكانه وبتروح علشان تقابله. وفجأة بيدخل عربيتين من العصابة للحمام وبيهاجموا العميل السر وبيضربوه، وقبل ما يقتلوه ماطم بيخرج من الحمام وبيعطلهم وبينصحهم ما يدخلوش الحمام ده، فبيستغل العميل السر الفرصة وبيزرع في ماطم جهاز التعقب اللي موجود على الصور. وبيخرج ماطم من الحمام وبيقابل هولي اللي بتفتكر ان هو العميل السري وبتروح تسأله عن كلمة السر، والمفاجأة ان ماطم بيبقى عارف الاجابة، فبتتأكد هولي ان ماطم هو العميل السري وبتتفق معاه انهم يتقابلوا بكرة في حلبة السباق. وطبعا ماطم بيبقى فرحان لانه فاكر ان هولي معجبة بيه مش اكتر. اما العميل السري بتبقى العصابة مسكته وكمان بتمونه بوقود اولانول، وبيجي البروفيسور وبيقول له ان الوقود ده لما بيتعرض لأشعة كهرومغناطيسية بينفجر، وبيوريله الكاميرا اللي هو اخترعها واللي بتخرج أشعة كهرومغناطيسية، وبيوريله كل صور العربيات اللي قابلها في الحفلة، وبيعرف من رد فعله ان ماطم هو اللي معاه الجهاز اللي على الصور، فبيشغلوا الكاميرا على اعلى مستوى من الاشعاع وبيفجروه. وبنروح للمعلقين اللي بيعرفونا على مراحل السباق واللي هيتكون من 3 جولات، وكل جولة هتبقى في حلبة غير التانية، الاولى هتبقى في اليابان والتانية في ايطاليا والتالتة في بريطانيا. وبيبدأ السباق ما بين كل المتسابقين اللي بينطلقوا باقصى سرعة، وبنشوف فرانسيسكو وكمان بنزين وهم بيعدوا من المتسابقين وبيبقوا في المراكز الاولى. وبنروح لفين وهولي اللي بيبقوا مستغربين وجود ماطم في محطة الصيانة. وبنرجع للسباق وبنشوف بنزين وهو بيجري بسرعة علشان يعدي من فرانسيسكو اللي بيبقى في المركز الاول، وبيكلمه ماطم في السماعة وبيقول له يخرج من الطريق ويفرمل على التراب. وفعلا بنزين بيعمل كده وبيفرمل على التراب وبيعدي من فرانسيسكو وبيبقى في المركز الاول، وبيوصل المتسابقين للاسفلت وبيجري فرانسيسكو بسرعة علشان يحصل بنزين. وبنشوف اتنين من افراد العصابة وهم بيشغلوا الكاميرا اللي بتخرج شعاع وبتفجر عربية من المتسابقين، وبالصدفة بيشوفوا ماطم وهو في محطة الصيانة فبيروحوا علشان يقتلوه. وساعتها بيجي انذار لهولي ان في عربيات كتير متجه ناحية ماطم، فبيطلب فين منها تكلمه وتخرجه من المحطة وبيروح علشان ينقذه. وفجأة ماطم بيسمع صوت هولي وهي بتكلمه في السماعة وبتطلب منه يخرج من المحطة، فماطم بيتكلم معاها وبيسألها يخرج من اي طريق علشان يروح يقابلها. في الوقت ده بيبقى بنزين في المركز الاول وبيفهم ان ماطم بيكلمه وبيخرج من الطريق زي ما بيقوله، فبيستغل فرانسيسكو الفرصة وبيعدي من بنزين وبيبقى المركز الاول. وبيخرج ماطم من محطة الصيانة علشان يروح يقابل هولي اللي بتبقى بتكلمه في السماعة، وبيهاجم فين العصابة وبيحمي ماطم اللي ما بيبقاش فاهم حاجة خالص وبيتفرج عليهم من بعيد، وبيستخدم فين الرشاش وبيضرب العربيات وبيقدر يهزمهم وبيهرب. وبنرجع لبنزين اللي بيبقى بيجري بسرعة وبيحاول يعدي من فرانسيسكو، لكن بيوصلوا لخط النهاية وبيفوز فرانسيسكو وبيبقى بنزين المركز الثاني. اما ماطم بتكلمه هولي وبتقول له انها هتقابله بعدين علشان العصابة عرفت مكانها، وبيروح بنزين لماطم وبيسأله هو ليه كان بيزعق وهو بيكلمه، فماطم بيشرح له ان هو كان بيكلم صاحبته هولي اللي معجبة بيه ما كانش بيكلمه هو. وساعتها بنزين بيفهم ان ماطم كان بيتخيل وبيقول له ان هو خسر السباق بسببه، وبيزعق له وبيتعصب عليه وبيقول له ان هو ما عادش محتاج مساعدته وبيسيبه وبيمشي، فبيحزم ماطم وبيقرر يرجع للقرية. وبيتكلم المعلقين عن اللي حصل في السباق وبيقولوا ان في 3 متسابقين الموتور بتاعهم ولع، وان السبب في ده ممكن يكون هو وقود اولانول. وبنروح لماطم اللي بيبقى حزين جدا وهو في المطار لانه السبب في خسارة بنزين للسباق، وبيجي فين وهو متنكر في شكل عربية بوليس وبيطلب من ماطم يجي معاه، وبيغير شكله وبيعرفه ان هو عميل من المخابرات البريطانية. وهم بيتكلموا بيشوفهم عربيات من العصابة وبيطردوهم، ففين بيسحب ماطم وبينطوا من الشباك وبيجروا بسرعة علشان يهربوا من العصابة. وبيلف فين وبيخلي ماطم يسحبه وبيخرج عربية صغيرة وبيخليها تقلب واحد من العصابة وبيضرب صاروخ وبيفجر الصاروخ اللي جاي عليهم، وبتيجي الطيارة اللي هيركبوها وبتبقى هولي موجودة فيها، وبيسحب فين ماطم وبيدخلوا الطيارة اللي بتاخدهم وبتطير على آخر لحظة. في الوقت ده بيبقى بنزين بيقرأ الرسالة اللي ماطم سابها له وبيعتذر له عن اللي حصل، وبيعرفه ان هو رجع لنبع ريجياتير، فبيتضايق بنزين من نفسه لانه زعق لماطم. وفي الطيارة هولي بتاخد الجهاز اللي كان مزروح في ماطم وبيشوفوا صور العربية اللي مسؤولة عن حقول البترول، لكن الصورة ما بيبقاش باين فيها اي تفاصيل وما بيعرفوش من هو زعيم العصابة، فبيشرح لهم ماطم الصورة وبيقول لهم ان ده اوحش موتور عربية في العالم، وبيعرفهم ان اكيد صاحب الموتور ده مبسوط لانه لسه مركب قطع غيار اصلية. فبيفرح فين وبيقول لهم ان هو عارف الشخص اللي بيبيع قطع الغيار دي وبيطلب من الطيار يوديهم لباريس، ولما بيوصلوا لهناك بيروح يقابلوا العربية اللي بيبيع قطع الغيار الاصلية، وبتوريله
هولي صورة الماتور وبيسألوه إذا كان يعرف العربية صاحب الماتور ده، فبيقول لهم إن هو لسه بايع قطع الغيار اللي في الصورة، العربيات قديمة، عندهم اجتماع في إيطاليا، فبيقرروا يروحوا لإيطاليا لأن زعيم العصابة أكيد هيكون هناك، وكمان لأن ده مكان الجولة التانية من السباق. وفي القطر اللي هيوديهم لإيطاليا بيراجعوا كل صور العربيات القديمة اللي بيبقى من ضمنهم ونش زي ماطم، وبتيجي فكرة لهولي وهي إنها هتغير شكل ماطم زي الونش اللي في الصورة، وده علشان يقدر يحضر الاجتماع ويعرفوا خطة العصابة وكمان الزعيم بتاعهم، وبتركب له الجهاز اللي بيغير شكله وبيخليه شكل الونش اللي في الصورة. وفين بيقول لماطم ان هو هيزوده بالاسلحة علشان يقدر يتصرف لو اتحط في اي مشكلة. وبنرجع لبنزين اللي بيوصل هو واصدقائه لإيطاليا وبيروحوا عند اهل لويجي وبيجو اللي بيفرحوا جدا لما بيشوفوهم، وبيروح عم لويجي البنزين وبيسأله عن سبب حزنه، فبنزين بيحكي له اللي حصل مع ماطم اعز اصدقائه، فبيقول له ان الخناق مش مشكلة لانه بيحصل مع كل العربيات، لكن الاهم انهم يتصالحوا بسرعة لان كل ما الوقت بيعدي الموضوع بيبقى اصعب، وبيعرفوا ان الصداقة اهم من الخناق والمشاكل وان اللي عنده صديق احسن من اللي عنده كنز. وبنروح للمعلقين اللي بيعرفونا على السباق والحلبة، وكمان بيتكلموا عن جير بوكس اللي بيأكد ان وقود اولى نول امن ومفهوش اي مشاكل، وبنشوف فرانسيسكو وهو بيستفز بنزين اللي بيبقى مفتقد صديقه ماطم جدا، وبيبدأ السباق وبتنطلق كل العربيات باقصى سرعة. اما هولي بتروح للونش اللي من العصابة وبتطلب منه المساعدة لان في عربية عطلانة في وسط الطريق، وبيتنكر ماطم في شكل الونش وبيروح يقف مع افراد العصابة، وكمان بيسحب واحد منهم بالخطاف وبيدخل للاجتماع السري، وبيجي البروفيسور وبيعرف العربيات ان الزعيم مش هيقدر يحضر الاجتماع، وبيكلمهم الزعيم من التلفزيون واللي ما بيبقاش باين منه حاجة غير الماتور، وبيقول لهم ان هو عنده عطل ومش هيقدر يجي، وبيعرفهم ان النهاردة هينتقموا من كل العربيات اللي دايما بيتريقوا عليهم لانهم عربيات قديمة، وكمان لانهم بطلوا يصنعوا قطع الغيارات بتاعتهم، وبيوريهم صور المتسابقين وهم بينفجروا بسبب وقود اولانول. في الوقت ده هولي بتعرف مكان الكاميرا اللي بتخرج الاشعة الكهرومغناطيسية اللي بتفجر العربيات، فبيتحرك فين وبيجري بسرعة وبينط على اسطح البيوت علشان يروح يدمر الكاميرا، وبيقدر يوصل لمكانها، وقبل ما يدمرها بيطلع ان ده فخ وبيتسحب بالمغناطيس اللي بيثبته في مكانه. وبنرجع للاجتماع وبنسمع زعيم العصابة وهو بيقول ان كل العربيات هتكره وقود اولانول لانه خطر وبينفجر بالمتسابقين، وده هيخليهم يرجعوا يستخدموا البنزين تاني، وبكده هم هيتحكموا في كل حاجة لانهم اصحاب اكبر احتياطي بنزين في العالم، وبيستخدموا الكاميرا وبيفجروا معظم مواتير المتسابقين اللي بيخبطوا في بعض وبيتدمروا. اما بنزين بيجري بسرعة وبيعدي من فرانسيسكو وبيوصل لخط النهاية وبيقدر يكسب السباق، وبيتصدموا لما بيعرفوا اللي حصل للمتسابقين وان محدش وصل لخط النهاية غير هما الاتنين. وبنشوف جيربوكس وهو بيقول للصحفيين ان هو مش هيجبر المتسابقين يمونوا بوقود اولانول في المرحلة الاخيرة. اما هولي بتبقى بتحاول تنقذ فين، بس افراد العصابة بيحاصروها وبيمسكوها هي كمان. وبنروح لماطم اللي بيبقى مع افراد العصابة وبيشوفوا بنزين في التلفزيون وهو بيقول ان هو هيمون بوقود اولانول في المرحلة الاخيرة، وساعتها زعيم العصابة بيكلم البروفيسور في التليفون وبيقول له ان بنزين لازم يموت، ولما ماطم بيسمع الكلام ده بيتخض وبيكسر الجهاز اللي بيغير شكله وبيرجعه لطبيعته. وقبل ما العربيات تهاجمه ماطم بيشغل الرشاش اللي فين مركبه له وبيضربهم بالرصاص اللي بيدمر كل حاجة، وبيخرج من البلكونة وبيفتح المنطاد اللي بياخده وبيطير، وبيستخدم ماطم الخطاف وبيمسك في مركب علشان يروح لبنزين ويحذره، لكنه بيقع من المنطاد وبيجي افراد العصابة وبيمسكوه وبيحبسوه في المقطورة وبينيموه بالغاز. ولما ماطم بيفوق بيلاقي نفسه مربوط بحبل مع فين وهولي جوه ساعة لندن، وبيجي عربيتين من افراد العصابة وبيقولوا لماطم ان خلاص صديقه هيموت، وبيشغلوا الكاميرا وبيجهزوها علشان يقتلوا بنزين. وبنروح لبنزين اللي بيبقى في لندن مكان الجولة الاخيرة، وبيقابل سالو كل اهل القرية واللي جم هنا علشان يدوروا على ماطم لانه لسه مرجعش لنبع رجياتير، وبيقرر بنزين ان هو ينسحب من السباق ويروح يدور على صديقه، لكن سالو بتقنعه بالعكس وبتطلب منه ان هو يركز في السباق وهم اكيد هيوصلوا لمكان ماطم. وبيروح جيربوكس البنزين وبيشكره لانه هيمون من وقود اولانول وبيتمنى له يكسب السباق، وبتبدا الملكه ايزابيل السباق وبينطلق كل المتسابقين باقصى سرعه، وبيبقى بنزين في المقدمه ووراه فرانسيسكو في المركز الثاني، وجوه الساعه افراد العصابه بيشغلوا الكاميرا على اعلى مستوى من الاشعاع وبيوجهوه على بنزين لكنه ما بيحصلوش اي حاجه ولا بينفجر. وساعتها البروفيسور بيكلمهم وبيقول لهم ان هم يستخدموا الخطه البديله، فبتسيب العربيات ماطم وفين وهولي في الساعه وبيمشوا، فماطم بيشغل الرشاشات وبيقطع الحبل اللي مربوط بيه،
السفن بيطلب منه يروح يحذر بنزين من افراد العصابه وهم هيقدروا ينقذوا نفسهم، وفعلا بيخرج ماطم من الساعه وبيروح علشان يحذر بنزين. وبتقدر هولي تستخدم الاسلاك وبتعكس توصيله الكهرباء وبتخلي الساعه تلف العكس، وبتتحرك التروس وبتقطع الحبل اللي رابط هولي وفين، وبتتحول هولي الطياره علشان تلحق ماطم. لكن بتتفاجئ هي وفين لما بيعرفوا ان العصابه هي اللي سابت ماطم يهرب، وده علشان هم زارعين جوه الماتور بتاعه قنبله وبمجرد ما هيوصل لبنزين هيفجروه. فبيخرجوا هما الاتنين من الساعه وبيروحوا علشان يلحقوا ماطم. في الوقت ده بيبقى ماطم وصل للحلبه ودخل لمركز الصيانه علشان يحذر بنزين، بس فين بيكلمه وبيعرفه ان القنبله مزروعه جوه الماتور بتاعه وبيطلب منه يخرج من الحلبه. لكن بنزين بيوصل لمركز الصيانه وبيفرح لما بيشوف ماطم وبيعتذر له عن اللي حصل، فماطم بيرجع بظهره وبيطلب منه يبعد عنه، لكن بنزين بيجري وراه علشان يتاسف له. وبمجرد ما بيقرب منه البروفيسور بيدوس على الزرار اللي المفروض يفجر القنبله، لكن القنبله ما بتنفجرش، وده لانهم خارج نطاق التغطيه. وبيقرب بنزين من ماطم وبيتعلق في الخطاف بتاعه، فماطم بيشغل النفاثات اللي بتخليه يجري بسرعه كبيره وهو ساحب بنزين وبيخرجه من الحلبه. في الوقت ده بيبقى فين بيطارد البروفيسور وبيمسكه بالخطاف، لكن بتيجي سفينه وبتسحب البروفيسور وكمان فين بالمغناطيس، وساعتها فين بيخرج القنابل اللي بتلزق في المغناطيس وبتفجر السفينه، وبتروح حول الماطم وبتساعده وبتقلب العربيات اللي كانت هتقتله. وبيقف ماطم ومعاه بنزين اللي بيتصدم لما بيعرف ان في قنبله مزروعه جوه الماتور بتاعه، وبيجي فين ومعاه البروفيسور وبيطلب منه يعطل القنبله، لكن البروفيسور بيقول له انها ببصمه الصوت ومحدش هيقدر يعطلها غير الزعيم. وبيبدا العد التنازلي للقنبله اللي هتنفجر بعد 4 دقايق، بس بيجي افراد العصابه وبيحاصروا بنزين واللي معاه، وقبل ما يقتلوهم بتيجي سال واهل القريه وبيهاجموهم. وبتستخدم هولي جناحاتها وبتخبط العربيات في بعض، وبيطير فين وبيربطهم بالخطافات. وبيتدخل اهل قريه نبع رجياتير وبيهاجموا العصابه وبيقدروا يهزموهم، وبيحاول بيجو يخلع القنبله لكنه ما بيقدرش لانها مربوطه بصواميل قديمه جدا. وساعتها ماطم بيفهم كل حاجه وبيسحب بنزين وبيجري بيه وبيشغل النفاثات وبيجري بسرعه، وكمان بيستخدم المنطاد اللي بيرفعه لفوق وبيطير في الهواء وهو ساحب بنزين. وبيروح للحلبه وبينزل لمكان الملكه ايزابيلو والحراس بتوعها اللي بيحاصروه لما بيعرفوا ان في قنبله مزروعه فيه. لكن ماطم بيشرح لهم اللي حصل وبيقول لهم ان جير بوكس هو زعيم العصابه، لانه هو اللي خرج زيت لما كانوا في الحفله، وده علشان هو ما غيرش الماتور بتاعه زي ما قال. وبيعرفهم ان هم لو فتحوا الكبوت بتاعه هيشوفوا نفس الماتور اللي موجود في الصوره. فجير بوكس بينكر كلام ماطم ويقول له ان هو اللي اخترع وقود اولانول واكيد مش هيدمر سمعته. فبيرد ماطم عليه وبيقول له ان هو لما كان في الاجتماع سمعه وهو مغير صوته وهو بيقول انهم اكتشفوا حقل بترول كبير جدا، وعلشان كده اخترع وقود اولانول وعمل السباق واستغل المتسابقين وفجرهم، وده علشان العربيات تكره الوقود العضوي ويرجعوا للبنزين وساعتها هم هيحكموا العالم. وقبل ما القنبله تنفجر بثانيه واحده جير بوكس بيتكلم وبيطلب من القنبله تتعطل، وفعلا القنبله بتوقف عد، وبيطلع ان كل كلام ماطم صح. وبتقبض الشرطه على جير بوكس لما بيشوفوا الماتور بتاعه وبيعرفوا ان هو زعيم العصابه، وبتشكر الملكه ايزابيل ماطم وبتهنيه على شجاعته وبتكرمه، وبيرجع بنزين وكل اصدقائه لنبع رجياتير تاني. وبيشرح فول تانك البنزين ان هو ما انفجرش لما الشعاع جه عليه علشان هم غيروا وقود اولانول بالوقود العضوي بتاعهم. بعد كده بيعملوا سباق في نبع رجياتير ما بين بنزين وفرانسيسكو وكل المتسابقين اللي بيبقوا متحمسين، وبيجري بنزين بسرعه وبيعدي من فرانسيسكو وبيفرمل كل المتسابقين على التراب زي ما الدك كان بيعمل. وبيودع ماطم فين وهول اللي بيشكروه على كل حاجه وبيديله النفاثات كهديه منهم. وفي النهايه لو حابين تسمعوا ملخص الجزء الثالث قولوا لنا في التعليقات، ووصلوا الفيديو لاكبر عدد ممكن من اللايكات. سلام.